رغم النجاح الكبير اللي حققه الجزء الأول من مسلسل الأب الروحي، إلا أن هناك تساؤلات حول إمكانية تقديم أجزاء أخرى من العمل أم لا. كاميرا عربود التقت بمنتجي العمل ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز اللي اتكلموا عن ده وعن جديدهم في رمضان المقبل. تلقى مسلسل الأب الروحي عدد كبير من ردود الفعل المتباينة بعد تشبيهه بالرائعة الهوليودية العراب أو الأب الروحي. القصة كلها إن هو مش جاد فاذر أصلاً، ملوش علاقة بجاد فاذر أصلاً. القصة كلها إن إحنا أخدنا تيمة الأب الروحي، الرجل القوي صاحب المال والأعمال الذي بيقوم بالتحكم في جزء كبير جداً من ماركت كبير جداً، وبيشغل عيلته بس وهكذا. وعما أثير حول استبعاد مخرج الجزء الأول بيتر ميمي من إخراج ثاني أجزاء المسلسل وإسناد العمل للمخرج تامر حمزة بدلا منه. أعلننا كشركة من أول يوم إن بيتر ميمي هيقدم الجزء الأول فقط، ومن أول يوم من قبل ما نخش التصوير قلنا مخرج الجزء الثاني هو الأستاذ تامر حمزة المخرج المنفذ للعمل. مقار أكد لكاميرا عربود أن المسلسل لن يزيد عدد حلقاته عن 300 حلقة مقسمين لخمسة أجزاء. إحنا إن شاء الله عندنا خمس أجزاء شغالين فيهم إن شاء الله. العمل من الأول متخطط له إن هو 300 حلقة، مكتوب خطوط درامية للمسلسل من البداية خالص، وإحنا ما غلطناش غلطة إن إحنا ننجح فنتفاجئ فنقرر إن إحنا نعمل جزء تاني. إحنا الأول بنقول هو خمس أجزاء كل جزء 60 حلقة. محمود حميدة ظهر بالمسلسل في 7 حلقات فقط ما أثار غضب بعض المشاهدين. نورتوا بيت العطارين. لما قعدنا مع الأستاذ محمود قلنا له أنت راجل بتحب الشغلانة وعايزة تستمر، وإحنا عايزين نقدم فريش بلاد أو نقدم دم جديد في السوق، فإحنا عايزين نقدم 16 واحد جديد أول مرة يمثله، فعشان ده يحصل والناس تتقبل ده محتاجين ظهر تقيل قوي نسند عليه. أنا عجبني فكرة أستاذ محمود حميدة إنه يوافق على إنه يطلع في المسلسل 7 حلقات، ويوافق إنه يسند شباب ومجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة، وهو عارف وحاضر ده معانا من أول يوم. فده من الأول ما كانش مفاجأة، وإحنا بنكتب إن هو فجأة الشخصية هتموت في الحلقة 7. المسلسل في جزء الثاني واللي مفروض يتم عرضه بعد شهر رمضان هيستعين بمجموعة جديدة من الوجوه الشابة بجانب النجوم الحاليين. من ضمن البلانز اللي معمولة ان احنا معانا ناس كتير جدا مكملة معانا اصلا من الجزء الاول، وده كويس. حاجة تانية معانا مجموعة الوجوه الجديدة اللي طلعناها السنة دي برضو مكملين معانا، وما شاء الله الحمد لله رد الفعل عليهم كان كويس جدا، فبالتالي ادوارهم هتكبر كمان اكتر الجزء الثاني والثالث والرابع، فبالتالي يبقى عندك وزنه كويسه بين النجوم الموجودين اوريدي وبين الوجوه الجديده اللي احنا عندناها. ال16 بني ادم اللي تقدموا حققوا نجاحات بدليل ان هم السنه دي في كل مسلسلات مصر في رمضان. شركه فنون مصر للانتاج الفني ساعدت على وضع العديد من النجوم في الصفوف الاولى مثل الفنان طارق لطفي واللي بيشارك هذا العام بمسلسل من انتاج شركه اخرى. النجم اللي انا بقول له يلا بينا نشتغل ونتقدم تمام، وبعد ما بينجح لازم يكون هو عنده الرغبه انه يكمل معايا، لكن فكره ان انت تمضي نجم وتربطه 5 مسلسلات والكلام ده اعتقد ان دي سياسه فاشله. يعني اللي عايز يشتغل معانا فوق دماغنا، واللي مش عايز يشتغل ربنا يوفقه.